ثاني بدنا تدفئة لأطفالنا. عم بيقولوا طلعوا نص العالم امبارح، العالم خلعت الكرفانات راحت رحلت مشان تقوي اولادها من البرد من الطوفان اللي تحتيها. بعد الوضع مش مخدم هناك كمان، يعني الدنيا بارد لا تدفئه لا شيء. بيقولوا لك قالت تحترق الخيمه، طيب اعطونا قرفانه ما بتحترقش الخيمه. يعني شو يعني شو بدنا احكي لك؟ يعني انت شايف الوضع بعينك، الشتا والبرد والمي عم بتفوت المي عليك عجوه، بتفيك بالليل بتحط ايديك بتشوف مي بارض الخيمه. لا صوابي لا في رحمه من عند الاسلام لنا، احنا ما في لهم رحمه لنا. ليش حطونا هيك زتونا هيك؟ اولادنا مرضى، عيالنا مريضه، كل مريضه، وكل فتره على الخيم عجوه علينا.